الحين فقرة كابتن ريما لايف. يا هلا فيك ومساء النور كابتن ريما، وكل عام وانت بخير. اكيد وانت بخير يا لميا، وانت بخير يا تراد، وكل من قاعد يتابعنا على روتانا خليجية نقول لك كل عام وانت بخير، وكل عام والوطن بخير، والله يديم علينا الامن والامان، وكل عام المملكة حكومة وشعبا بخير ومقيمين كمان بخير. يعطيك العافية تراد. سام آمر، ايش آمر هذا كذا بتكمل؟ لا انا البلالين صراحة جازت لي، يعني صراحة ما نقدر يعني نسوي نفسنا احنا كمان البلالين محطوط عليها صورة الملك سلمان، نقول له ألف تحية للملك سلمان، طبعا نعطي التحية العسكرية ونقول لك الله يطول بعمرك واللي قاعد تسويه للشعب، ووجودك كمان الآن في مكة لاطمئنان على الحجيج، ما نقول لك إلا ألف شكر على كل اللي قاعد تقدمه لخدمة الشعب وخدمة الحجاج. في فقرة كابتن ريما لايف اليوم ودك تقول شيء؟ عادي ترى. والله أنا كان ودي بس ألفت انتباه الناس بس أنه التنسيق اللي صار اليوم هذا كله ما شاء الله تبارك الله، محلات بارتيتو الان طبعا حيظهر على الشاشه حسابهم، حلو اسمهم بس بارتيتو، اي بارتيتو. اصلا اعتقد والله انه اسم ايطالي او شيء زي كذا، ويعني جابوه عندنا. ما عندك خلفيه المعنى؟ لان احس انه في عندك هي من بارتي إيطالية. من بارتي فهم اخذين خلوها بلغة ثانية. الحين هذا عنوانهم طالع على الشاشه، بي اي ار تي اي تي او 2. في إبداع صراحة، مبدعين، يعطيكم العافية على اللي سويتوه في الاستديو عندنا، عطيتونا الجو الجميل سواء للمشاهد ولنا احنا اللي متواجدين في الاستديو. التنسيق جميل وفكرة كمان جميلة، انا عجبني ذا الرجال اللي ورا طراد ولميا وماسك البلالين من فوق. عموما بتستمتعوا الحمد لله، اشون لايقين على الديكور، اشون عندي بلالين زيكم اليوم. ذاك اليوم عندكم ورود ما كان عندي. المهم خلينا نروح لفقرة كابتن ريما لايف اللي اليوم قدرنا ونجيب لكم التهنئة من كل مكان، داخل المملكة خارج المملكة، كبير صغير، ما نسينا المبتعثين، كل هذا راح تشوفه الحين في فقرة كابتن ريما لايف. خلونا نروح ونرجع نكمل معاكم باقي فقرات كابتن ريما لايف. اسمي باسم الطلبة المبتعثين نهن المملكة العربية السعودية شعبا وقيادة بحلول عيد الأضحى المبارك، حم الله وطننا. معكم عبد الله العتيبي مبتعث في هيوستن، اهني الشعب السعودي قياده وشعبا بمناسبه عيد الاضحى المباركه، عاده الله علينا. السلام عليكم، معكم عبد المحسن هوساوي، ملهم بقطيان، مبتهل بقطيان، اسماعيل الصومالي. حبينا نهني الشعب السعودي بمناسبه عيد الاضحى المبارك، ودام عزك يا وطن. الله الله الله، يعطيكم العافيه. طبعا هذا الفيديو كان من مبتعثين خارج المملكه، اللي نقول لهم ان شاء الله ترجعوا لنا بالسلامه، رافعين راس بلدكم، رافعين راس اهاليكم وشهاداتكم، ان شاء الله اللي راح تشرفونا فيها وراح تعطون كل اللي انتم درستوه في بلدكم ان شاء الله. وراح نكمل مع باقي السنابات الناس اللي قاعده تهني باليوم الوطني وبالعيد الاضحى. والأمتين العربية والإسلامية بحلول عيد الأضحى المبارك، ودام عزك يا وطن. وأني خادم الحرمين الشريفين والشعب السعودي كافة بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك واليوم الوطني. أنا خادم الحرمين الشريفين والشعب السعودي والأمة العربية والإسلامية بمناسبة عيد الأضحى واليوم الوطني، وكل عام وأنتم بخير. كل عام والوطن بخير. أهني خادم الحرمين الشريفين والشعب السعودي والأمتين العربية والإسلامية بحلول عيد الأضحى المبارك ومناسبة اليوم الوطني. هذه كمان طبعا تهنئة من المواطنين والموجودين في المملكة بعيد الأضحى واليوم الوطني. ما ننسى أحباب الله، ما ننسى الأطفال اللي يقولون كلام بكل بساطة وبكل سهالة ويطلع من قلبه بكل براءة. خلونا نشوف أطفال المملكة ايش قالوا عن اليوم، يوم الأضحى واليوم الوطني. كل عام وانت بخير، دام عزك يا وطن. دام عزك يا وطن، كل عام وانت بخير بابا سلمان. كل عام وانت بخير يا بابا سلمان، الله يديم علينا الأمن والأمان. كل عام وانت بخير يا أحلى وطن وأحلى ملك في العالم كله. كل سنة وانتم طيبين، الله يحفظك يا بابا سلمان. أنت يا وطن عز المجد وفخر الرجال.
طبعا واحنا نقول لكم الله يحفظكم لاهاليكم ان شاء الله ويخليكم لهم ونشوفكم احسن الناس تمثلون هالوطن افضل تمثيل داخليا وخارجيا. كذا اخذنا كل او حاولنا ناخذ من كل الاعمار وسواء كانوا في المملكه او خارج المملكه. اكيد في ناس كثير ودها انها تهني ودها انها تبارك بهاليوم الجميل اللي جمع لنا بالنسبه لنا احنا عيدين في قلوبنا، وطبعا اولا عيد الاضحى وثانيا اليوم الوطني اللي نقول لكم كل عام وانتم بخير. ونكمل الحين مع طراد ولم يفي باقي فقرات ساعة شباب. حقيقة كابتن ريما يعطيك العافية على الفقرة ومجهود كبير جدا. شفنا المبتعثين، شفنا الأطفال، شفنا في السعودية هنا كيف قديش الفرحة جميلة. حقيقة الكلمة اللي كانت من المبتعثين أثرت فيها كثير وهم هناك. قديش جميل أن نشوف العائد والمحبة والترابط من خارج المملكة، ولقينا فعلا على قولك كابتن ريما الرسالة اللي حيوصلوها جميلة جدا انه حيرجعوا ان شاء الله ويعمروا هذه البلد. بمناسبة الرسالة معليش يا طراد يعني ولمية، بس كذا رسالة كذا على السريع، يعني احنا في كل يوم وطني الناس يمكن تطلع تهني وتستانس بطريقة جميلة في الشارع، بس نتمنى من الشباب واللي متواجدين انهم في طرق طبعا تكون سلمية مثلونا بأفضل مثال. احنا في يوم وطني نبغى يكون يوم جميل، ما نبغى انه يكون في مشاكل او الى اخره. يمكن دائما نشوف طراد ولمية في كل سنة في يوم وطني بعض طبعا من الشباب الغير مسؤولين اللي يسوون امور احنا ما نتمنى ان احنا نشوفها. فالتزم بشعار لا اله الا الله محمد رسول الله، حطه نصب اعينك وحاول قدر الامكان انك تفرح بس بطريقه محترمه. رجاء ما نتمنى نشوف اشياء غير لائقه. كذا نطلع الفاصل وبنرجع نكمل باقي فقرات ساعه شباب.